إن نقص الأمطار وتوزيعها الغير منتظم وقلتها في الأطوار الحرجة لنمو النبات يؤدي إلى ضعف المردود. وحتى نتجنب هذا يمكن القيام بالري التكميلي لنمو النبتة من أجل رفع وضمان إنتاجك من 50 قنطار وما فوق. وإذا لم تتوفر الأمطار في الوقت أو بالكمية اللازمة، ننصحك أخي الفلاح بالسقي التكميلي، وذلك بإعطاء كمية من الماء تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليمتر في مرحلة التفريش أو التفريع تراج، وكذا كمية تتراوح ما بين 40 إلى 45 مليمتر في كل مرحلة من المراحل الآتية: مرحلة التركيب مونتيزون 10 أيام قبل مرحلة التسنبل إبيزون، مرحلة التعمير غومبليساج دو غران. يمكن زيادة كفاءة الري باتباع الطريقة المقتصدة للماء، وذلك باستعمال معدات الري: الرشاشات أسبيرسور، المدفع الرشاش المعروف بكانو أغوزور، والرش بالترجيح أنغولور. كما يمكن أخي الفلاح التقيد بالنشرة التي يصدرها المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه الموجودة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية أو الأقسام الفلاحية أو الغرف الفلاحية وتعاونية الحبوب.